منصبها. وعلاش نطلب فيه؟ انا نطلب فيه لاني كلفت في تلك الفتره بفرع كره اليد، مش كرئيس فرع كما قالوا الناس، لكن الفرع فارغ، مشى سفيان بن صالح والفرع فارغ، من بين زاد من بين الخلافات الكبيره مع عبد السلام اللي انا جيت في صف سفيان بن صالح وما جيتش في صفه هو، لانه هو كي ابعد سفيان بن صالح طلب مني نعمل انيتا دي ليو نتاع الهوند. انا في الايتا دي ليو لا كونكلوزيون، وهذه عرضتها قدام اعضاء الهيئه المديره الكل، وهم يسمعوا فيا الكل، فهمت؟ جيت انا قلت راهو المشكل في رئيس النادي مش في سفيان بن صالح، فهمت؟ الناس كل بهتت، قالوا شنو؟ قلت لهم المشكل في رئيس النادي مش في سفيان بن صالح، سفيان راه قاعد قائم بخدمته. وكي خرج سفيان وانا شفت الامور، سفيان قعد بعد خروجه النزل نتاعو يوفر فيه للاعبين، قاعد يجيب فيه دعم مادي، قاعد فهمت؟ دونك انا في الفتره ذيك وليت لي كوشمار بالنسبه لعبد السلام، ليل ونهار وانا نطلب فيه على مستحقه اللاعبين. كل يوم انا نكلم، ما عادش يحب يهز التليفون، فهمت؟ معناتها انا بعثت له ديز اس ام اس، بعثت له معناتها رسائل كذا، يا رئيس راك ماكش رئيس فرع كرة القدم برك، راك رئيس النادي الافريقي، راهو الهوند عنده عليك حق، فهمت؟ واضح. تعرف اللي انت، انا نعطيك معلومة اللي هي تبكي، الفتيات هزوا بطولة كرة اليد، مانيش باش نحكي على الفلوس، ما هزش تليفون وقال لهم مبروك، رئيس النادي ما هزش تليفون وقال لهم مبروك، ميم با ان كود فيل دو 100 مليم، راك تهز تليفون وتتكلم 100 فرنك، ما هزش تليفون وقال لهم مبروك. هاك شفت النتيجه، توا 4 ملاعبيه خرجوا من البنات، 4 ملاعبيه مشاو باش تحضر انت في المئويه، فهمت؟ الهوند الامور راك شفت مش ماشيه،